مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم لموفد القناة الأولى اللي موجود معنا الآن من شمال سيناء. صباح الخير يا جمانة، صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير على جميع مشاهدي صباح الخير يا مصر. هنا بنتواجد من شمال سيناء تحديدا العريش ورفح، بنتكلم عن المساعدات الإغاثية المختلفة اللي بتوفرها الحكومة المصرية والدولة المصرية بشكل عام ضمن المجهودات للتخفيف عن الأشقاء في قطاع غزة. بنتكلم على يعني خلال الأيام اللي فاتت حقيقة قوات الاحتلال كالعادة بتعرقل دخول المساعدات دي، وأوقات بتمنع دخولها تماما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وزي ما احنا شايفين يمكن الشاحنات اللي متوقفه خلفي دي موجوده طول الوقت على جانبي الطرق في العريش ورفح ومنتظره بالطبع للدخول للناحيه الاخرى. بوابه معبر رفح المصريه مفتوحه لدخول الشاحنات دي منذ بدء يعني العدوان على قطاع غزه، واحنا معبر رفح المصري لم يغلق ابوابه على الاطلاق، ولكن قوات الاحتلال من الناحيه الثانيه الحقيقه حرقت معبر رفح الفلسطيني ومنعت دخول المساعدات من عنده، وكمان معبر كرم ابو سالم بتتحجج بحجج مختلفه دايما لتمنع دخول المساعدات، اما التحجج بالإجازات الرسمية إما التحجج بالقصف المستمر، وده اللي ما زال فعلا موجود على يعني الأشقاء الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة تحديدا رفح الفلسطينية. القصف ما زال مستمر مع استمرار منع المساعدات الإغاثية من إن هي تخش. يمكن خلال الأربع أيام اللي فاتوا ما دخلش غير يعني أكتر من 30 شاحنة تقريبا بس من المساعدات الإغاثية، ودي دخلت أول امبارح، أما امبارح والنهاردة وقبلها بكام يوم ما دخلش مساعدات على الإطلاق، دخل فقط يعني بضعة شاحنات لي الغاز الطبيعي، في شاحنتين بالفعل افرغوا حملتهم من الناحيه الثانيه، وفي البعض الاخر تم رفضه. الحقيقه قوات الاحتلال بتعرقل اما اوقات حتى برفض الشاحنات بدون اي سبب وبدون سابق انذار، بتمنع دخول الشاحنات، وده ما منعش المجهودات المصريه المختلفه في الضغط على جميع الاطراف واستمرار تجهيز كل الشاحنات اللي موجوده دايما دي للدخول عن طريق معبر رفح المصري في اتجاه الاشقاء في قطاع غزه. والحقيقه انه برغم كل المجهودات دي الا ان حتى الاونروا الناحيه الثانيه في قطاع غزه ما زالت تعاني في توزيع هذه المساعدات بسبب عرقلة قوات الاحتلال لتوزيع المساعدات دي. دي الصورة بشكل عام من العريش ورفح، والآن برجع لكم مرة. شكرا لك، شكرا لك كريم بيبرس موفد التلفزيون المصري لشمال سيناء. أعتقد الصورة واضحة للجميع، ما هي الجهود المصرية في هذه المنطقة وكيف تفعل السياسة المصرية أو يعني تهدف لدور مهم جدا في هذه القضية رغم تعنت الجانب الإسرائيلي في وضع عدد كبير من العراقيل.